السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين على مستوى وادي الحراش بالقرب من مدينة نتاع الحراش، وهنا نديرو رانا نشوفو الأشغال نتاع التهيئة نتاع الوادي الحراش. والشي المؤسف هو أن المنطقة هذه نتاع الواد هي المفروض كانت هي الأولى اللي تكون تتم التهيئة فيها، لأنها قريبة من المدينة وكانت تكون إضافة معمارية وحضارية، يعني من ناحية التهيئة وكذا لمدينة الحراش كانت تكون إضافة مهمة جدا وإيجابية كثير بالنسبة للسكان نتاع واد المجاورين لواد الحراش. وهنا نلاحظ أنه يتم بناء جسر جديد على مستوى حراش سونتر، المركز الحراش تاع المدينة. وهذا الجسر الجديد نتمنى يكون جسر تاع موشات وسيارات كذلك. وهنا نشوف الورشة، الباب تاع الورشة تاع الجسر هذا. وهنا نروح للجهة الأخرى من جهة الجسر القديم تاع الحراش هذا اللي رانا نلاحظ فيه هنايا، ونشوف الجسر بالأزرق هنا يبان على مستوى جسر الموشات من الجهة الأخرى المقابلة لمحطة القطار نتاع الحراش نتاع مدينة الحراش. إذا هنا نلاحظ أن الواد كبير، رانا في فصل الشتاء، يعني رانا في 2021 في جونفي 2021، ونشاهد أن الحجم نتاع الواد كبير والأشغال ما زالت تراوح مكانها، ما زالت أشغال التهيئة ما زالت متأخرة. وهنا نروح للجهة، هنا ما زلنا نلاحظ بأن كل السكنات اللي كانت مجاورة للواد من جهة محطة القطار، جهة تاع محطة القطار كلها تم إزالتها. وهنا نروح للجهة الأخرى من جسر الحراش، ونشاهد كذلك أن بعض المناطق تم تهيئتها كما هنا نشوف هنايا. هذه الجهة كلها، الجهة تاع اليسرى من واليمنى كذلك من الواد، تمت تهيئتها. وهنا لكن تبقى الأشغال ناقصة وتعطل بكثير، تعطل كثير التطوير نتاع مدينة الحراش من هذه الجهة. والسلام عليكم.